Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu la tekulu ra'ina ve kulu zurna vesma'u ve lil kafirin azabun alim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.